الشقة يا جماعة ما شاء الله مساحتها 95 متر. ده مكان الثلاجة، شايفين ما شاء الله المطبخ جاهز، مطبخ، شايفين الفرن والبوتاجاز والشفاط كمان. طبعا هنا البلكونة، شوفوا يا جماعة اشرح لكم، هنا ما شاء الله ده الشارع الرئيسي، تطلعوا من هنا من تحت كده 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 بالظبط، مشي دقيقة واحدة تلاقي نفسكم في الشارع الرئيسي هنا، خمس دقايق لمحطة المترو ما شاء الله. وشايفين مول جواهر مول اهو قصادكم على طول، احنا هنا في المركز علي بيكوي في السلطان ايوب، في ما شاء الله في المركز علي بيكوي، شايفين الجامع هنا قصادكم، السوبر ماركتات وكل حاجة ما شاء الله هنا جنبيكم. كل المجمع ده ما شاء الله هيتسلم في شهر نيسان، يعني بعد شهرين. الغرفة الأولى الحمام الأول، أصل في حمامين ما شاء الله، شايفين نظافته وحلاوته. ووسع الحمام، نخش بقى ما شاء الله على الأوضة الكبيرة، غرفة النوم الرئيسية وفيها حمام كمان. طب نخش على الحمام الأول، يا جماعة ما شاء الله ميزة الشقق هنا في المجمع ان وانتوا قاعدين مفيش حد قصادكم، جيران قصادكم، انتوا اعلى حاجة دلوقتي، شايفين؟ السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. دلوقتي انا واقف جنب المالك، ما شاء الله قد ايه انسان محترم، والله احنا بنحبه لله في الله، انسان طيب ومحترم، وانتوا هتلاحظوا دلوقتي. نصر سنز سلام عليكم سنز سنز ايه متشكر ادريم. دلوقتي احنا الشقه ديت 95 متر، فين مكانها؟ فين؟ في السلطان ايوب. فين في السلطان ايوب؟ في علي بيكوي، في المركز، مركز علي بيكوي اسطنبول طبعا، وما شاء الله خمس دقايق لمحطة المترو، وكمان دقيقة ونص تطلعوا من الشارع مول جواهر مول هنا اللي في التسوق وتشتروا اللبس والمطاعم وكل حاجة.
الوقت انا اساله سؤال سعر الشقه بكام بو اراده بو فيت ne kadar bu ayki daire satışlarımız 400 bin lira bir dahaki aydan sonraki satışlarımız 500 550 bin lira inşaatın bitiş aşamasına göre fiyatlar yükselecek شفتوا ما شاء الله دلوقتي الله اكبر عليه السعر وانا بس انا ببتسم كده عشان هو مش متعود يطلع على الكاميرا وكده لكن السعر عشان الوقت هيبيعوا الشقه ديت فقط يعني عشان بس محتاج فلوس وكده هيبيعها على 400,000 ليره اما قلنا نصنره بيش يوز بعد كده السعر هيكون 500,000 ليره لما تطلعوا الادوار فوق ان شاء الله السعر بيعلى لغايه 550,000 ليره لكن دلوقتي انت تقدر تختار اي شقه انت عايزها يعني عايز تاخد اعلى شقه تاخد احلى منظره ب 400,000 ليره بالسعر ده تقدر تاخدها ان شاء الله سيزبر شي سليمان شم ديبو مشتري جلدين زمان طابو اي نقول على بليرما اي نقول تاخدها الزردر ما شاء الله انتوا بمجرد ما تيجوا تشتروا تاخدوا الطابو في نفس اليوم علشان في حد قبل كده كويتي مشتري هنا قبل كده فتقدروا تاخدوا ما شاء الله الطابو في نفس اليوم التسليم امتى تسليم المجمع طبعا هنا في ملاهي للاطفال في جراج ثلاث ادوار الدور الارضي للجراج 1000 متر الدور الثاني 800 متر الدور الثالث 750 متر الوقت انا اساله امتى نقدر ننقل ونقعد في الشقه bu arada ne zaman dairede taşınabiliriz nisan'ın ikinci haftası herkes dairede taşınabilir inşallah el esbu' al-thani min shahri nisan min shahri 4 inşallah kull wahid yaqdar yuskun fi shaqqatihi طيب انا اساله اقول له في ضمان يعني مثلا ده بسم الله ما شاء الله الراجل ده يعني مع مقاول كبير جدا معروف في منطقه السلطان ايوب ومشاريع كثيره انسان محترم بس انا اساله اقول له دلوقتي لو اتاخرت مثلا نص شهر شهر هل في جزاء او كده بو اراده سيز مثلا كاتشي كالر سانز بو تسليم مثلا بير مثلا سوزلشما فارما sözleşmemiz var. Nutr imkanımız yok. Çünkü bizim aşamamız bitti artık. Şufu bismillah maşallah el fi ittifak ma bin lakin umrina ma yinfa'sh nitakhir la ihna ihna taqriban khallasna kull haga fa ihna bnimshi kida. Di haga. Bu arada bu sözleşme de mesela eğer kaç kalırsan her ay mesela ödeyeceksiniz mesela 1500 falan bu daire için kira bedelini öderiz. Ama bu imkansız. Yok. انا الوقت انا سالت قلت له الوقت انتوا لو اتاخرتوا عن شهر 4 هيبقى كل شهر بتتاخروا 1500 ليره قال لي ايوه طبعا لكن مستحيل يحصل لاننا ان شاء الله هنسلم شهر 4 دايما احنا اصحاب كلام دايما الكلمه اللي احنا بنقولها هي اللي بتتنفذ على ارض الواقع وما شاء الله عندهم مشاريع كتيره جدا ومقاولين ما شاء الله مشهورين جدا في السلطان ايوب فهي دي فرصه كبيره جدا جدا شكرا تشكر ادريس شكرا جزيلا وهنشوفكم قريب في تركيا ان شاء الله وهنكون معاكم لغايه ما تستلموا طابو الشقه ان شاء الله وبعد كده عايزين تفرشوا شقتكم هنكون معاكم للاثاث والعفش شقتكم ان شاء الله بنحبكم جدا ونشوفكم قريب في تركيا ان شاء الله علي جمال اسطنبول تركيا مع السلامه بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين انا وزوجتي نشتري شقه في اسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد لله والشكر بجهود استاذ علي وشريكه المحترم وطلعنا البارحة على الطابو خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي او باسم العائلة الكريمة والحمد لله والشكر مع متابعة استاذ علي ما قصروا يانا وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم وانصح اي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع استاذ علي وشريكه المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله والشكر واشكرهم جزيلا احنا نشكرهم كثير وقدرنا ان نطوب البيت بنفس اليوم يعني شيء جميل جدا الحقيقة مثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعه وكفونا انا صرت ما حسينا بغربه ما حسينا بشيء حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه
وهاي شقتنا الجديدة اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، شكرا. ألف ألف مبروك على الطاقة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطاقة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيتوا الطابو باسمي وانا مش موجود عندكم. والله ما شفت يا اخ علي الا الصدق والامانه يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني انا ضروري جميع اقاربي واصحابي اعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وامانه واخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال اليوتيوب ويختار شيء، وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع. ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر أستاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم أن يتعاملون وياه لأنه إنسان صادق وأمين. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء من واحد الواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات زين. لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي الكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. معك خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجي قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة،
والدرجة الثانية بحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه وأنصح بالتعامل معه جدا يعني حقيقة، يعني حتى لو في الفرن أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي الجمال من حيث الإيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حد يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي يميز علي الجمال برأيي الشخصي الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة لقيت على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي شقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقة اللي هو يسأل بين فترة أخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لو ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي الجمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه ما شاء الله ومعاملته، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم من أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه، وكان لي الفضل بعد ربنا في أنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على العملية. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالأرتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة.
السلام عليكم. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوة بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة منكم ليه. كويس، بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.